بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان معادلات أسية رقم 1. إذا لننطلق على بركة الله. قال حل في R، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية، المعادلات التالية. إذا ننطلق بالحالة الأولى. إذا نقول أولا حل المعادلات. إذا ننطلق في المثال الأول الذي قال أسية 2x تساوي لنا 1. عليكم أن تعلموا شيئا يا أبنائي، أن أسية 0 معروفة أنها تساوي 1، أو إذا قلنا A قوى 0 يساوي 1 مهما كان A يا أبنائي يختلف عن ماذا؟ عن الصفر. أي عدد قوى 0 يساوي لنا 1. الآن ما معناه؟ معناه تصبح لنا هذه تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا أسية صفر، أسية صفر، لأن قلنا الواحد هو أسية صفر. فينتج لنا أسية 2x تساوي لنا أسية صفر. بما أن هنا الأساس اللي هو هذه الأسية يعني متساويتان، فإن تقول القاعدة فإن الأس يساوي الأس. معناه تصبح لنا 2x تساوي صفر. بما أن الإكس مضروب في 2، معنا تصبح لنا إكس يساوي لنا 0 على 2، وتساوي لنا كم؟ وتساوي لنا 0. إذا مجموعة الحلول S هي يا أبنائي هي 0. وتعالوا نجرب هنا. لو نعوض هنا تصبح لنا 2 في 0 هي 0، أسية 0 كنا قلناها كم؟ ها هي أمامكم 1، إذا نحن على صواب. هذا فيما يخص المثال الأول. نأتي الآن إلى المثال الثاني الذي قال أسية ناقص 5x تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا الأسية. هنا بما أن هذه الأسية هي نفسها هذه، فماذا تقول القاعدة أبنائي؟ فإن هذا أس في الأصل أس ماذا؟ أس واحد، لكن الواحد لا يظهر فقط. إذن هذه أس واحد، فماذا تقول القاعدة؟ فإن الأسس الأساس الأس يساوي الأس، لكن بشرط أن تكون هذا هنا وهنا نفس، يعني أسية أسية. لا يمكن أن نقول من هنا الأسية ومن هنا 10 قوة واحد، لا، نفس الأساس، هذا نسميه الأساس مثل المتتاليات. فتصبح لنا قلنا الأس يساوي الأس، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص 5x يساوي 1. إذا هذا الناقص 5 ينتقل هنا إلى المقام، فيصبح لنا x يساوي لنا 1 على ناقص 5. ها هما الحل، يعني s يساوي لنا ماذا؟ ناقص 1 على 5. ولو نعوض يعني في هذا المكان سوف نجد ذلك صحيح. عوضوا، ناقص 1 على 5، تذهب هذا الخمسة مع الخمسة والناقص مع الناقص، يصبح لنا قوة ماذا؟ قوة 1، وهذا كذلك قوته 1. إذا نحن على صواب. نأتي الآن إلى المثال الثالث والأخير. قال أسية X تساوي لنا أسية ناقص 2X. قلنا بما أن الأساس هذا وهذا نفسه، إذن فتقول قاعدة الأس يساوي الأس. إذن ماذا ينتج؟ ينتج لنا X يساوي ناقص 2X. فننقل هذا إلى هنا، فماذا ينتج يا أبنائي؟ يصبح لنا x زائد 2x يساوي 0. هكذا حتى تفهموا نقطة نقطة. إذا 2x مع x تصبح لنا 3x يساوي 0، ومنه x يساوي لنا 0 على 3، إذا x يساوي لنا 0. إذا مجموعة الحلول ما هي يا أبنائي؟ اللي هي 0. تعالوا نجرب. إذا وضعنا هنا 0 وهنا صفر، هذه تصبح كليا صفر، فتصبح هذه القيمة كم؟ قلنا 1، وهذه أسية صفر كم؟ 1. إذا نحن على صواب. هذا فيما يخص حل المعادلات للدوال الأسية بهذه البساطة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.